ما بدري يا هاني، الدكتور عايز يمشي بقاله ساعتين وانا سايب محاضراتي وجاي لك قاعد لك هنا من الصبح. وانا جايه في الميعاد اللي قال لي عليه الدكتور بالظبط. هو انا اخف ولا افضل كده على طول؟ لا يا حبيبتي هتخفي، هتخفي ان شاء الله هترجعي احسن من الاول كمان. وشعري هيطلع؟ شعرك هيطلع وهيطول تاني احلى من الاول. بس انا سمعت طنط وسام بتقول لي بابي ان انا مش هخف ويمكن الموت. بعد الشر عليك يا حبيبتي، اوعى تقولي كده، اوعى تقولي كده تاني عشان خاطري يا رنا. حساب المستشفى. أنا مش بشتغل عندك عشان تديهم لي وأروح أوديهم، حسابات عندك تحت. حبيبتي دي أوراق عليك. كلام مراتك اللي زي السم واللت والعجن بتاعها ما اتقالش قدام بنتي. مراتي ما قالتش حاجة. ابقى اسأل رنا. رنا معايا النهارده، هجيبها لك الصبح. كانت بتقول لك ايه؟ ابدا، كانت بتوصيني على رنا. بتوصيك على رنا؟ كانت بتتكلم عليا وانا سامعاها بودني دي. وسام مش وقته، خلينا في اللي احنا فيه. كده فاضل جلستين، كورس الكيماوي هيخلص. عارفه. بعد كده دكتور عاطف هيقول لك اذا كنتي هتسافريها تاني بره ولا هتكملي هنا. ان شاء الله. شكرا. ايوه يا ماما. في ايه؟ في ميتنج مع اميره اكزيكتيف نديم فخري. انت نسيتي ولا ايه؟ لا مش ناسيه. بس انا النهارده لا فاضيه الميتنج ولا الشغل من اصله. خلي رامي معاها ويشوف طلباتها ايه. على فكره اوريدي رامي قاعد معاها، بس المفروض ان كان جايبها عشان تقابلك وتخلصي الدين معاها. جرى ايه يا نهى؟ بقول لك مش جايه غير لما اطمن على بنتي. عايزه تستنى اهلا وسهلا، مش عايزه مع السلامه. انا ما عنديش حد اهم من بنتي. اوف ده انا نسيت خالص، دي رنا عندها مستشفى النهارده. طب خلاص خلاص خليكي براحتك. انت محتاجه حاجه؟ طيب اوكي، خلي بالك على نفسك. باي باي. بقول لك ايه، ما جتش لحد دلوقتي، ايه النظام؟ بنتها عندها سيشن كيمو. واحنا مش هنخلص من حوار بنتها ده؟ حرام عليك، هو ده مرض عادي، ده كانسر. طب نهايتها ايه؟ جايه ولا مش جايه؟ جايه جايه، بس مش دلوقتي. وال 50 مليون اللي قاعده جوه دي اقول لها ايه؟ ايه اديناكي معايا بالغلط؟ هي مش بقت انتمتك وحطيتها في جيبك الصغير؟ روح ثبتها في اي حاجه لحد ما مالك تيجي. ماشي هعمل كده، وابو كده كمان. ماشي ابو كده. ايوه يا ملك، الف سلامه على رنا، طمنيني عليها، عامله ايه دلوقتي؟ تحبي اجي لك المستشفى؟ لا ميرسي، خليك انت بس قاعد مع صاحبتك دي وشوف لي الجيم ده هيتلعب بكام وازاي. طيب تمام، وانا لما اخلص ابقى اجي لك. باي. ايه ده؟ مين اللي اداها العصير ده؟ بنتك كانت عطشانه عايزه تشرب حاجه، سيبها تموت من العطش. يا اخي ان شاء الله انتي خير. في ايه؟ مالكوا انتوا الاثنين بتزعقي ليه؟ هو ما حدش فاهم البني ادمه دي انه ما ينفعش البنت تاخد اي حاجه الا بعد الجلسه بساعتين على الاقل. طب خلاص حصل خير. خير؟
انا مش عارفه اصلا ايه اللي جابها هنا دي. انا غلطان اني جاي اطمن عليها. وسع يا حازم انا في العربيه. يا وسام يا وسام اسمعني بس هقول لك. راجع يلا يلا. انا عارفه انك بتبيع عطشان بس لازم تذكري يا حبيبتي انت مش اول مره. ازاي مش عايزك يا نادين؟ هانت وهانت قوي كمان. فترجعي زي الاول واحسن. تلعبي وتتنططي وتروحي المدرسه وشعرك ده يبقى